إنه يا جماعة أي واحد فينا يسأل نفسه بيسأل الله كم مرة في الشهر؟ كم مرة بتسأل الله في اليوم؟ بتسأل الله كم مرة؟ في ناس ما بيدعوا الله إلا في الشدائد، وديل فيهم خير لكن ناقص. وفي ناس ما بيدعوا الله، طب دعاء ده ما بعرفه ذاته، اسأل كيف ما بيعرف ذاته؟ كونه يرفع يده لي الله ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب حاجته وينكسر لربه ويلح عليه سبحانه وتعالى ويحسن الظن به ويكون يقينه في الله عظيما ويدعو بالخير ما بإثم ولا بقطيعة رحم ويختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف يدعو دعاء زي ده ابدا. ولذلك انت تعود نفسك، وما فينا واحد الا محتاج لشيء. وانا عجبتني كلام او كلمة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، قدر ماشي في الدنيا دي اشوفه وانا ما عندي وذكر الكلمة دي برتاح والله. قدر ما تشوف لك شيء عجبك في الدنيا دي وانت ما عندك تتألم، الكلمة دي شافية جدا. قال في الجزء الثالث من الفتاوى، قال ما من محب يجد محبوبه إلا ويجد نفسه تتوق إلى ما سواه. قال إلا من أحب الله واستأنس بالله فإن قلبه يطمئن لا يحتاج إلى غيره، لقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. حسيت تقول والله أنا في الدنيا دي بس أكون سعيد، أجي أول الدفعة، تجي أول الدفعة تعالى تقول الله يا أخي بس أنا أتخرج، تتخرج تقول الله الامتياز، تنتهي تقول الله يا أخدار أحضر شوية، تحضر بعد تنتهي ده كله تحضر ويش، قول الله أنا أصل الأول لكن لسه دار لي فترة عشان أبقى مشهور، كان بقيت مشهور بكون ظريف جدا، تبقى مشهور دار لي مستوصف براي، تبقى شنو ما بعرف والله يا أنا ما تزوجته، تزوج مرة تطلع كويسة بتفتش تاني لحاجة تاني دار عربية، كمان تزوج لك مرة تكون نكدية بتمشي في الشارع بتحاسب براك شغال لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا وكذا، دي بتكب لك في الشاي ملح وبلاوي تقيل توسخ، وده كله قدر ما تطلب شيء وتلقاه انت قايل سعادتك فيه مجرد ما تصله، طوالي نفسك دي بتفكر في غيره. هسي ناس كتار ويقول والله انا بس في الدنيا دي بس اتزوج فلان، اتزوج طوالي يقول لك لا تجرب، لكن اتوا قاعدين لسه في ايجار. أصلي قبل أيام واحد ركب معانا كان ممثل قديم قديم، قال لي مع ناس كنت فاضل سعيد وفلان وفلان، مهم وعنده في اليوتيوب برامج بتاع التمثيل ما بقول لكم اسمه عشان ما تخشوا له. المهم ركب معانا مشينا، قال لي يا أخ الله يدخلنا الجنة يا أخ، نمشي الحور العين ديل لا حق جار لا حق الروضة من الصباح ولا أي شيء. قال الناس في الحافلة العربية قاعدوا يضحكوا، فالدنيا دي يا جماعة مهما تصل لشيء في النهاية انت قال السعادة فيه بتلقى انك نفسك دي دايرة غيره، عشان كده شفتها تيأس منها، تفكر قدام في رضا الله سبحانه وتعالى وتعيش مع الأمر الثالث أيضا وهو مسألة الأسماء والصفات، أن لله أسماء حسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، وله صفات علا يتصف بها هو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخر الآيات في هذا الأمر، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الزول إذا عظم الله وعاش مع الله فلو خسر الناس أجمعين ما ضره شيء، ما ضره شيء. في أبيات والله أنا عجبتني جدا لقيتها يعني من بدايتها تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه في السجن قال كأنه يعني في السجن قعد براه بجنبه كذي كأنه في زاوية من الزوايا وبقى يقول الأبيات دي، فيها انكسار وتحس انه كأنها مارقة من القلب، نحسبه والله حسيب. قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي،
إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. زول انكسر إلى الله ولجأ إلى الله، ده قاعد مع بيته، دي قاعدة مع ولد، وانت براك قاعد تقرأ في القرآن تتلذذ به، تتضرع إلى الله وتتذكر الذنوب، تذكر الموت والقيامة، وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. فإن الله في الدنيا يكرمك وفي الآخرة يجعلك من السعيد من السعيدين سبحانه وتعالى. وده أمر التوحيد يا جماعة والعقيدة. وأنا في ختام الكلمة دي أوصي كل من يسمع هذا الكلام، سواء سمعه الآن أو غدا أو بعد غد، من الرجال أو النساء، من الصغار أو الكبار، أن يبلغ التوحيد وأن يبلغ العقيدة. ده أمر عظيم يا جماعة. أنت في الدنيا دي لو سقطت في الامتحانات، لو بقيت أفقر الناس، لو بقيت أكثر الناس مرضا، وأنت زول توحيد وعايش بالتوحيد وقائم بالتوحيد وأمك التوحيد، أنت والله رجل عظيم، والمرأة مرأة عظيمة إذا كانت من أهل التوحيد ومن الدعاة إلى التوحيد. وده أما الأنبياء والرسل في الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده همه في الموت. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ولذا إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ولذلك يا جماعة الإنسان دائما يعني يتذكر هذا الأمر. يا أخ كلب مشى مع موحدين، الله جابه في سورة الكهف، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وهكذا إنسان يعيش مع التوحيد، يبلغه البيت مع أخواتها تبلغ العقيد، يقول لهم ما تنادوا غير الله، ما تمشوا ليه فكي، ما تمشوا ليه كذي، ما تشيلوا تراب تتبركوا به، ما تسفوا التراب، ما تعلقوا في الطفل كمون. الولد مع صاحبه أول شيء يوري التوحيد والعقيدة. يا أخي الشرك ده بقى في أي مكان شغال يا أخي. يوم ذاك سمعت واحد بغني جاب لغني، قال يا أبو الطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب. شوف ده دار اكتب لي حجاب من الحب، انت وكي تصلوا ما ارضك قدر ده ما تخليه حجيب عديل.